المزيد حول حركة دخول شاحنات المساعدات عبر معبر رفح البرية يطلعنا عليه مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرز. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين، ما زلنا في متابعة مستمرة للمساعي المصرية المختلفة لإغاثة الشعب الفلسطيني وتحديدا في قطاع غزة بعد هذه الحرب الهوجاء على الأشقاء في قطاع غزة. نتحدث عن استمرارية لمحاولة لإدخال المساعدات الإغاثية من شاحنات لمواد غذائية ومستلزمات طبية وأيضا شاحنات للغاز والمواد البترولية المختلفة لتدخل عبر بوابة معبر رفح المصرية التي لم تغلق أبوابها منذ اليوم الأول أمام هذه الشاحنات للتخفيف عن كاهل الأشقاء في قطاع غزة. نتحدث بالطبع عن يعني استمرار للعمل في بوابة معبر رفح المصرية منذ يعني برغم أننا في ثاني أيام عيد الفطر، إلا أن المعبر ورجال المعبر يعملون على قدم وساق لإدخال هذه المساعدات المختلفة إلى الجانب الآخر، وبطبيعة الحال تعرق القوات الاحتلال دائما دخول هذه المساعدات إلى الناحية الأخرى بحجج مختلفة. هذا فضلا بالطبع عن استمرار استقبال المصابين من الأشقاء في قطاع غزة ليتلقوا العلاج في المستشفيات المصرية. نتحدث حتى الآن منذ بداية الحرب ما يقرب من 4000 تقريبا مصاب دخلوا إلى الأراضي المصرية ليتلقوا العلاج في المستشفيات المختلفة والتي تم تحديدها من قبل، إما مستشفى العريش العام أو مستشفى بئر العبد أو مستشفى الشيخ زويد أو حتى عدد من المستشفيات في القاهرة حسب الحالة وحسب الخاصة، ويتم تحويل كل حالة حسب حالتها إلى الأماكن المختلفة. لذلك جميع المجهودات الخاصة على أرض الواقع الفعلية من الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني يتعاونون سويا لإدخال هذه المساعدات. مصر لها دور رائد في هذه الأمور، وخصوصا أن أكثر من 70 و75% من هذه المساعدات الإغاثية التي تصل إلى قطاع غزة هي من مصر. هذا فضلا عن المجهودات الدبلوماسية المتنوعة التي تقوم بها مصر استضافة جميع الأطراف من أجل الوصول لوقف دائم ومستدام لإطلاق النار. والآن عودة إليكم في الاستوديو مرة أخرى.